نحن كثيرا ما نتحدث عن المعاصي الظاهرة المكشوفة وهي معاصي، لكن الذي هو أخطر منها هذه المعاصي التي تكون في ميادين نفوسنا. يعني زيد من الناس ارتكب معصية ممكن بعد أن ارتكبها يندم ويتوب إلى الله بلحظة واحدة، مرتين غير راحت. لكن الإنسان المتكبر كيف يتوب عن كبره وهي طبع مغروس في كيانه؟ لاحظوا ماذا أقول. الإنسان الحاقد على إخوانه الذي يشعر بالغيظ تجاههم أو الحسد أو نعم، طيب كيف سبيل التخلص وسبيل التوبة؟ الإنسان بساعة واحدة ممكن ينظر إلى منظر محرم، بعد دقيقة بيتوب، لأنه هذا ليس طبعا، عينه وقعت في معصية ثم إنه أغمض عينيه وتاب إلى الله. لكن الإنسان المبتلى بالحقد، بالضغينة، بالعصبية للذات، بالكبر، كيف السبيل؟ شيء صعب. من هنا كانت خطورة ما سماه الله عز وجل باطن الاسم. باطن الاسم هذا الذي يتكلم عنه ابن عطاء الله السكندري، ونحن نعاني من هذا البلاء. أنا أتحدث عن نفسي وعن أمثالي، لا أتحدث عن الفاسقين. الفاسق الصلح مثل ما بيقولوا بينه وبين ربه بلمحة. الفاسق بيشرب خمرة، كان له مباذل تانية، نعم ممكن بلحظة من اللحظات نعم يرعوي ويتوب إلى الله عز وجل. لكن صاحب هذه الصفات المغروسة بين جوانحه كيف السبيل؟ أنا عندما ابتلى بضغيني أو حقد على أخ لي في الله عز وجل، على أخ لي في الله، لأنني رأيته مثلا يمتاز بصفات أنا فقير إليها لم يكرمني الله بمثلها، أشعر بحسد تجاهه، أشعر بحقد، أشعر بالضغينة، أو لا أشعر بمثل هذا لكن أشعر باستكبار، أجد نفسي أنني أتمتع بعلوم لا يتمتع بها الآخرون، أتمتع بمكانة لا يتمتع بها الآخرون، أنا أتمتع بذكاء لا يتمتع به الآخرون، وأنظر إلى الآخرين دائما نظرة استخفاف. هذا اسم كبر، هذا طبع، هذا خطير جدا جدا. نعم، هذا ما يتحدث عنه ابن عطاء الله، بل يتحدث عنه بيان الله عز وجل. ينبغي أن الآن أصبحت محجوبا عن الله، ينبغي أن أخترق هذه الحجب ومزق هذه الصفات في نفسي وأرحل إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.